انا ايمان حسن عبد الرحمن، محافظه الشرقيه، مركز زازي، من قريه بنيوس. اتخرجت السنه دي 2019 من اداب فرنساوي جامعه زازي. بدات ان انا اشوف ايه الحاجات اللي انا اقدر اعملها في البيت، او اللي انا مثلا ايه اللي انا اقدر اعمله بحيث ان انا اكسر الملل بتاعي. بدات اشوف القماش اللي عندي في البيت قديم، الورق بتاعي، اي حاجه قديمه عندي بدات اجمعها، وان انا اعمل لوحات بسيطه كده اشغل بيها وقتي. كانت اللوحه في الاول بتاخد مني 7 ساعات 8 ساعات، فبدات ان انا اخلي بالي واوفق بين المذاكره وبين ان انا اخلي بالي برضو من الموهبه، لان انا ما صدقت ان انا في حاجه كسرت الروتين بتاعي وكسرت الملل. بدات اجمع الحاجات اللي موجوده عندي في البيت اللي ملهاش اي معنى وملهاش استخدام. عملت لي اعاده تدوير، جمعت القماش والورق وبدات اعمل لوح بسيطه خالص. بدات بقى اطور نفسي واشتري خامات جديده واشوف ايه النقص اللي عندي واعوضه، لحد ما بدات ان انا ارسم. انا كنت الاول بكتب خط عربي على القماش، لكن دلوقتي بدات ارسم. كنت الاول برسم على ورق وجلد لضعف الخامات اللي عندي وضعف القيمه الماديه عندي. بدات اطور الموهبه، مش ان انا مكتفيه بس ان انا برسم على حاجات بدائيه وبسيطه، لا، بدات ان انا ارسم على الجلد وعلى الورق وعلى الخشب وعلى اي حاجه تيجي قصادي. يعني انا في البيت مثلا لو انا عندي نوى بلح، عندي اي حاجه ملهاش قيمه بتترمي، بدات ان ارسم بيها. رسمت محمد منير بالرز، رسمت معظم الشخصيات المشهوره بحاجات يعني بتطلع من البيت ملهاش قيمه، زي مثلا في لوحه انا عاملاها بنوى البلح، لوحه عاملاها بقشر اللب، لوحه عاملاها بقشر السوداني. الحاجات دي كلها بالنسبه لي بتبقى بتزود روحي المعنويه اكتر، بتخليني ان انا انتج اكتر. كل ما بعمل لوحه احس ان في اقبال منها او في تشجيع بزيد اكتر. يعني حد ما وصلت ان انا عملت لوحه اللي هي مترين في مترين، عملتها للعيد القومي محافظه الشرقيه، جمعت فيها مشاهير الشرقيه. فبالنسبه لي دي برده كانت انجاز ان انا اعمل لوحه بالحجم ده وبالالوان، وان انا اقعد فيها اسبوع. بدات بقى ان انا اخلي اوضتي تبقى هي المعرض الصغير بتاعي، لان انا كنت برسم في الصاله وفي بيتنا في حته صغننه كده على ترابيزه. طب ايه المانع لما اخلي اوضتي تبقى هي المعرض بتاعي وهي الجاليري بتاعي، وتبقى هي المكان اللي هو بيغذي روحي. الاوضه بقتش اوضه، بقت معرض، وانا بس مجرد ضيفه صغيره في المعرض ده، ان انا مجرد مكان للنوم. والالوان هي اللي عملت لي قيمه، والورق هو اللي عمل لي قيمه، واللوح بتاعتي هي اللي عملت لي قيمه. عملت ايمان، عملت كيان، عملت شخصيه، عملت ايمان الناس كلها عارفاها.